السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامسونج تخطط لدعم هاتف الجالكسي الاس 24 الترا بمعدل تحديث 144 هرتز وتصميم تخيلي، سوف تشاهدونه أمامكم أعزائي الكرام، وشاركونا عبر التعليقات هل هذا التصميم هو جيد بالنسبة للاس 24 الترا أم تصميم غير جيد بالنسبة لكم، وما رأيكم في التصميمات التي نقدمها في التسريبات مؤخرا، وما التصميم الذي أعجبكم أكثر. تابع الفيديو حتى النهاية ولا تنسى دعم القناة. بدأت سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الجالكسي اس، وقد أشارت إحدى التسريبات إلى خطط العملاق الكوري لدعم هاتف الجالكسي اس 24 الترا بمعدل تحديث 144 هرتز. وأما بالنسبة للمواصفات، سيأتي إن شاء الله الهاتف مع المعالج المميز سناب دراجون 8 الجيل الثالث فور سامسونج أو فور جالكسي، ويأتي بمستشعر رئيسي محسن بدقة 200 ميجا بيكسل. وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم الإصدارات القادمة من سلسلة الجالكسي اس 24 بتحسينات ومواصفات جديدة. من المتوقع أن يحصل هاتف الجالكسي اس 24 الترا على النصيب الأكبر من الترقيات. وأوضح هذه التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لدعم جالكسي اس 24 الترا بمعدل تحديث 144 هرتز في الشاشة، وهي ميزة تدعم تشغيل ألعاب بسلاسة أكبر ولأول مرة في الهواتف الرائدة مثل هواتف سامسونج. ومن المتوقع وفقا لهذه التفاصيل أن يكون هاتف الجالكسي اس 24 الترا أول هاتف في سلسلة الجالكسي اس يأتي بهذا المعدل في تحديث الإطارات. من جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن جالكسي اس 24 الترا يأتي بمواصفات أعلى في الشاشة لمواكبة المعدل الأعلى في تحديث الإطارات. وأشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تقدم سلسلة الجالكسي اس 24 بميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية على غرار إصدارات أبل وهواوي. وتدعم سامسونج الجيل القادم من هواتف الجالكسي بإصدار الكوالكوم القادم من رقاقات المعالج المميز سناب دراجون 8 الجيل الثالث، والذي يأتي أيضا بتحسينات في الأداء وخصيصاً لسامسونج، حيث يشار إلى أن أنوية الإكس تأتي بأداء أسرع بنسبة 15%. تشير تسريبات إلى أن الجالكسي اس 24 الترا يأتي بمستشعر رئيسي محسن بدقة 200 ميجا بيكسل، وتقدم سامسونج تحسينات في تقنية التكبير. لذا نرتقي بمزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة في تسريبات لاحقة على قناتكم كانسي ساد. إذن أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.